فشلت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها ربيبها الكيان الصهيوني فشلا ذريعا في إشعال نار الفتنة بين جارتين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية. ولا شك أن لهذا الفشل تداعيات جيوستراتيجية كبرى على مستقبل المنطقة والعالم ككل، لطالما تم خلق الخلافات وتأجيج الصراعات بين أكثر من بلد عربي أو مسلم، والأمثلة لا تحصى في تاريخنا المعاصر، ناهيك عن منع أي تقارب اقتصادي أو محاولة تكامل في أي مجال من المجالات بين دولتين إسلاميتين. في الجهة الأخرى، حذر تقرير عبري من نتائج اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، معتبرا أن الاتفاق سيفتح المجال لعلاقات أوسع بين طهران ودول إقليمية كبرى من بينها مصر والجزائر. الثلاثي الذي راهنت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية بضمهم وسحب بساطهم نحو المعسكر الغربي تدريجيا فشل فشل ذريع. إيران والسعودية في بيان مشترك عن اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية واستئناف الحوار وإعادة فتح السفارات في البلدين خلال شهرين. تزامن هذا القرار التاريخي مع إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قرارا تاريخيا يضمن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي. الجمهورية الإيرانية الإسلامية التي كانت الوتر الحساس بين الجزائر والسعودية بتداعيات خلقت علاقة مجمدة إلى أن قررت طاولة الحوار إذابتها بوساطة المعسكر الشرقي الصيني والروسي. وزير خارجية المملكة السعودية في زيارة رسمية للجمهورية الجزائرية للتوقيع على مذكرة المجلس الأعلى المشترك للتنسيق بين البلدين، حيث أن هناك انزال جوي إيراني دبلوماسي في العاصمة الجزائر في الساعات القادمة لم يكشف على حيثياتها بعد، في انتظار لحاق مصر بهذا الثلاثي الإسلامي الذي عزم رسميا للانضمام لحلف البريكس الذي خلق الكثير من التكهنات، حيث كانت السعودية رافضة فكرة الانضمام لهذا التكتل بسبب الملف الإيراني.